الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله، اليوم الموافق الثلاثاء 20/10/2020 استلمت جبريل أوقاف الفيوم سيارة سقوط لحوم الأضاحي محملة بعدد 2 ضمن لحوم من سقوط الأضاحي، وبالتالي يكون إجمالي ما تسببته المديرية من هذه اللحوم 58 ضمن لحوم سقوط الأضاحي، تم توزيعها على جميع الأسر الأكثر ازدياداً على مستوى محافظة الفيوم. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.